أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. السائل عين ميم من الرياض يقول: هل إخوة نبي الله يوسف عليه السلام أنبياء؟ وهل يجوز القول فيهم إنهم حساد أو نحو ذلك؟ نعم، إخوة يوسف عليه السلام أنبياء، ولا يجوز الكلام فيهم بما ينقص قدرهم، والواجب الكف عن الكلام فيهم، ويكتفى بقراءة السورة العظيمة في قصتهم، وفي آخرها أنهم تابوا إلى الله، وأن يوسف عليه السلام استغفر لهم ويعقوب سمح لهم، وأن أباهم يعقوب أيضا قال: سوف أستغفر لكم ربي، وأنهم ندموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.